محمد الدعور من غزة، أسألك عن التطورات والصورة لديك الآن. نعم، في هذه اللحظات وصلت المسيرة الحاشدة التي خرجت بدعوة من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، يشارك فيها آلاف الفلسطينيين يرفعون علم فلسطين. هذه المسيرة الغاضبة والحاشدة التي خرجت رفضا لمسيرة الإعلام التي خرجت أيضا في مدينة القدس، يردد المشاركون شعارات غاضبة واحتجاجية، وأيضا يطالبون بضرورة الضغط ولجم الاحتلال وممارساته. نشاهد في هذا الشارع، شارع الوحدة الذي نتواجد فيه، وهو الشارع الذي ارتكبت فيه إسرائيل مجازر بشعة جدا بحق المدنيين هنا، وراح ضحيتها أكثر من 45 مواطن في هذا الشارع وحده بفعل الجريمة التي ارتكبت بحق المدنيين. نشاهد في الصورة هذه الأعداد الكبيرة والضخمة جدا والتي تزين بأعلام فلسطين. نشاهد كبار السن والشباب والصغار، ونشاهد يعني لا نكاد نشاهد منتهى نهاية لهذه المسيرة الغاضبة. دوما مدينة القدس والقدس تعد جوهر الصراع بالنسبة للفلسطينيين، يتوحدون خلف قضاياهم المركزية والوطنية. هذه القضية التي تعد هي أساس أي صراع مع هذا الاحتلال. هنا خرجت الفصائل وكانت قد قالت بأن هذا بمثابة الساعق الذي سيفجر الأوضاع الميدانية في حال استمر الاحتلال بانتهاكاته وجرائمه. نحن نتحدث عن مسيرة كبيرة جدا، ليس فقط هنا في محافظة غزة بل في محافظة رفح في هذه اللحظات، وخان يونس والوسطى والشمال وكل محافظات قطاع غزة في هذه اللحظات تنتفض من أجل نصرة المدينة المقدسة. هناك كانت تحذيرات واضحة من قبل الفصائل الفلسطينية بضرورة لجم الاحتلال حتى لا يعود قطاع غزة إلى نقطة الصفر والعودة للمواجهة ما بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، وتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 11 مايو، حيث شن الاحتلال حرب ضروس على قطاع غزة ارتقى فيها ما يزيد عن 250 شهيد، وما زال حتى هذه اللحظة يرقد في غرف العناية المركزة عدد كبير من المصابين جراء العدوان الإسرائيلي الذي كان على القطاع في مايو الماضي. لكن هذه المسيرة تريد أن ترسل رسائلها بشكل واضح لعدة أطراف، للمجتمع الدولي بضرورة التدخل ولجم الاحتلال، وأيضا إلى الوسيط المصري الذي لعب دور هام جدا خلال الأيام الماضية في إطار تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات وضرورة أن يوقف الاحتلال كل استفزازاته في مدينة القدس، لأن استمرار الاستفزازات يعني أن المواجهة قد تعود في أي وقت قريب، لا سيما أن الكثير من المحللين يرون بأن هذه التهدئة هي تهدئة هشة، لا سيما في ظل عدم إجبار الاحتلال على وقف كل هذه الممارسات والاستفزازات.